just sending a few more people. بعض الأشخاص هم ينضمون الآن. لا نريد أن نبدأ متأخرين ولكن نريد جميعا ينضموا. دعونا الآن بالاستقصاء أو الاستطلاع. نريد أن نعلم عنكم لنطلق الاستطلاع الأول. يسأل عن مناطق أو عملكم الأساسي في الحماية، في الغذاء الأمني، في التعليم، هو الحماية أو هي قطاع إنساني آخر، أم تعملون بشكل عام في الأمور الإنسانية أو أشياء أخرى؟ نريد أن نعرف عنكم ذلك، في أي مجالات تعملون بها؟ رجاء انقروا على الشاشة وتحدثوا قليلا عن أنفسكم. We're going to be نتحدث اليوم. الجلسة ستعلمون عن ما هي. لدينا الكثير من المتحدثين الرائعين سيقودون إلى بعض أفكارهم وتفكيرهم عن خلال الأمن الغذائي والحماية وحماية الأطفال. قررنا عندما نناقش تلك الأمور سيكون عائقا أمام عملنا لنكسر الصمت حول هذه الأمور ونجد طرقا جديدة وطرق جديدة في التعاون، أمور طريقة جديدة نحن نعمل فيها لاستجابة أفضل للسكان بشكل عام، وخاصة سنسلط الضوء على احتياجات الأطفال. هل نرى هناك نتائج الاستطلاع لو سمحت على الشاشة؟ هنا تحدثوا عن حماية الأطفال أكثر الشيء، حماية الأطفال وبعد في الأمن الغذائي، ويعملون في مجالات مختلفة في الأمور الإنسانية وأيضاً الأمن الغذاء وبعض القطاعات الأخرى. عظيم، شكراً لكم للاستقصاء. إذا سنذهب إلى جلسات الغرف الفرعية، إذا ما عرفتم إعادة تسمية أنفسكم تحتاجون إلى ترجمة، اذهبوا إلى ثلاثة النقط الصغيرة وتجد أسماءكم تظهر في الصندوق. فقط حطوا بعض هذه الإشارة، ضعوا مثل الإشارة. سنبقيكم جميعا في هذه الخانة لأنتم في النشاطات التي أنتم تتعلق بكم، ونبدأ الترجمة. هذا كل شيء، الأمور التنظيمية، والآن سنغوص في جلستنا. الشريحة التالية لو سمحتم أطير أن أعطي بعض الخلفية أين نحن نجد أنفسنا. نحن نعلم جميعنا الذي ينظمون الجلسة اليوم هناك تحدي أيضا نواجهه في مركزية الحماية والمركزية وأهمية الحماية في عم استجابتنا الإنسانية، ويجب أن نفكر كيف أن نفعلها. هذا خاصة إذا ما رأيتم في النقطة الثانية حول هو مركزية الأطفال. العديد منكم في التعاون الذي نعمل به، نصف السكان هم متأثرين بهذه الأمور. لدينا تحد وضعناه لأنفسنا نفكر به، مركزية الحماية والمخاطر والفرص التي يواجهونها الأطفال ولديهم أيضا. لدينا احتياجات الأطفال هي كبيرة وجماعية في حاجات التعليم والأمن وأيضاً أمور النظافة الشخصية. يجب أن نفكر كيف أن نتعاون بشكل فعال لتحسين حماية الأطفال ورفاهيتهم وصحتهم. هناك أمثلة رائعة حول أمن الغذاء الموجود، يتحدث المتحدثين عنهم اليوم. أريد أن أسمع منكم كمشاركين
ومن خبرتكم أيضا والتحديات التي لدي وحلول التي أنتم ونتائج التي أنتم لديكم. لم أقدم نفسي، أنا آسفة، اسمي جوانا ويج، أنا مساهلة هذه الجلسة وأتيت إليكم لهذه مجموعة العمل وهي من الفرق الأربعة للتحالف حماية الأطفال وحماية وسي بي ام اس. لدينا هناك معايير، نحن نعمل في تلك القطاعات، وترون هنا في اليمين أيقونة المبادرة التي نعمل فيها، نسيط الضوء ونعمل مع اللاعبين في الغذاء والتعليم والرعاية، كيف نحن سنعمل بشكل تعاوني فعالي أكثر في المستقبل. الشريحة التالية لو سمحتم. عندما نستعد لهذا العرض وننظر ما تحدثت عنه، نأتي إلى ورشة العمل. قررنا أن يكون لدينا مجموعة حول غذاء الأمن الأطفال والتحديات وحلول أيضا كثيرة وضعناها لكسر الصمت في عملنا في القطاعات. سي بي امس في ورشة فرق العمل أتينا بسبعة خطوات وتحديات سبعة ليجب نحن نعمل عليها بشكل فعال. بشكل سريع لأعرض تلك هذه الأمور. لدينا أيضا فهم فعال مشترك في لغتنا وثقافتنا وفي فهمنا ووضع الإطار التحديات وفهمنا ما الذي يأتي به الأطفال وقدرتهم أيضا لمساعدة أنفسهم والتفاعل مع اللاعبين الإنسانيين. الثاني هو حول التنسيق والتعاون، وأعتقد سنرى العديد من أمثلة جيدة. واحدة هذا المنبر الذي والعروض التي أنتم ستقدمونها اليوم على سبيل المثال في التنسيق والتعاون في التقييم التحليل وتعالجونها، والفرص التي ننظر إلى الكفاءات، ننظر سوية والمهارات التي نحتاج إليها لزيادة حماية الأطفال والعمل مع بعضنا البعض. بعض هناك مهارات جيدة تعمل مع بعض البعض ونتعلم منها، نتعلم العمل مع الأطفال. ليس لدينا خلفية مهارة كافية حول الأمر، نفكر الكفاءة، نعمل سوية لحماية الأطفال ولحمايتهم. أتيت من سي بي ام اس، هذه خلفيتي، ترون المعايير والفرص لدينا لنعمل بشكل تعاون. سي بي ام اس 2019 وضعنا المعايير للقطاعات الأخرى، ولدينا هناك مرجعيات أيضا من زملائنا سي بي ام اس، وأعطت المراجعة ومعايير جديدة لقد صدرناها في السنوات القادمة سنصدرها، ونتعاون وننسق في هذا المجال. أيضا الأدوات، سمعنا بعض الأدوات التي تستخدم في القطاعات الأخرى في الحماية. ننظر، ترون هذه فرص حقيقية، نتأكد في الأدوات القطاعية، نعكس ونرى المناطق الأساسية التي نعمل عليها بشكل فعال، وسنسلط الوضع في البحث ونعمل في غذاء أمن الغذاء، ونعمل الأمس عملناه وما سنتعلمه، وسنستمع إلى هذه الجلسة للعمل مع القطاعات الأخرى والتفاعل معها. وأخيرا منبر يمكن خلقه لتأثير على القياديين في العمل الإنساني حول الترويج، ونفكر كيف لنا عندما لدينا تعاون مشترك كيف يمكن الترويج لقياديين في مراحل متعددة. نتأكد أن التمويل يمكن التنسيق حوله
والطرق للتمويل بأسرع وقت ممكن في هذه الفرص. والآن ننتقل إلى الشريحة التالية. نريد أن نغوص. قبل أن نفعل ذلك لدينا أيضا استطلاع آخر نجينا نتعلم عنه عنكم. الاستطلاع هو يمكن هل أنتم عملتم مشروعا في حماية الأطفال مع قطاع آخر في حماية الأطفال؟ هناك 25 شخصا الموظفين في الأمور الإنسانية. نحن نريد أن نستمع منكم. فقط انقروا نعم أم لا لنعلم. ما هي أنتم الخبرة التي لديكم ومدتها؟ نرى النتائج. الأغلبية هم نعم عملوا في قطاعات أخرى، ربما في الجلسات الغرف الفرعية. ما هي القطاعات؟ نعم نضعها في صندوق الدردشة، سننظر إليها بينما نعرض هذه العروض. الآن سنقفز إلى الشريحة الثانية. لن نذهب إلى الغرف الفرعية الآن، ولكن نذهب إلى الشريحة التالية. نعم سيكون لدينا هناك عرض من زميلي باتريشا لاموس. باتريشا وهي مديرة تقنية في الفنزويلا، وحين نكشف في اجتماع طرق جديدة للعمل، باتريشا ستحدث لنا العمل مع المنظمات التي تعني بالأديان والإيمان. هذه المنظمات تأخذ القيادة في الأعمال الإنسانية. الآن أعطي الكلمة لباتريشا التي ستعرض باللغة الإسبانية وستحدث لنا كيف يكون هذا مختلف وكيف هذه الشراكة مختلفة وماذا سنتعلم منه. تفضلي باتريشا. صباح الخير جميعا. شكرا جوانا. باتريشا راموس أنا من أمريكا اللاتينية. أريد أن أدعوكم لمشاهدة هذا الفيديو القصير لما نفعله. أنا لقد عملت مع الأطفال وكان سعيدة، هذه خبرة سعيدة جدا. 400 children لقد أتوا من 310 عائلات. عملنا سوية. لقد نحن عملنا وشعرنا لأن الجائحة التي أثرت بالمدارس ترويج للأطفال ورفاهيتهم والمخاطر الأطفال التي يواجهونها. هذا أعطى الأطفال الانتماء وأنا لن أنسى ذلك أبدا. هم يترعرعون ويعرفون هذه الأمور، ولكن الأطفال الذين يتعلموا هذه الطريقة حتى عندما يتوقف سيتذكرها دائما. دائما نحن سنأخذ هذه نحصل على هذه الأمور الجيدة، وسيحصدون أيضا نفس البذرة. هذه البذرة سنصعدها لاحقا. هذه نحصد الانتماء. نحن نعطي إليهم الفهم للغد عندما يريدون ذلك. نحن نعلم من خلال الأجداد أن أمي تعمل. يكون هناك أمل كبير. سأرى كيف سيكون أن هذا الماء يكون نظيفاً. ما الذي أنت رأيتيه من خلال الخياطة؟ أين الأطفال ينتمون؟ لأنهم هم لوحدهم. عندما يرون أيضاً يأخذون اعتبار الآخرين، والفتيان أيضا يقول أمي
لنذهب إلى البستان ونكون هو جميلا هو جميل جدا ذلك البستان لنذهب نساعدهم ونساعد الآخرين بالحب والعاطفة والشغف. شكرا لكم. والآن سنرى المساحة في الإيمان المنظمات التي أساس الأديان والإيمان والحماية. لنبدأ الآن. الرؤية العالمية هذه المنظمة على هي موجودة في فنزويلا 2019 خلال خبراتنا الأولى السلة الغذائية ليست لن تنهي المجاعة في المجتمع لذلك نحن نحفظ كيف العائلات وضعت ثقتها في المنظمات التي هي تعنى بالأديان والإيمان لكن لدينا قلق كيف هو عمالة الأطفال وغيابهم عن المدارس هذه لقد عملت في منازل حيث الطعام قليل جدا وهو في يزداد سوءا في بين المجتمعات وهو يقوي ويمد الفجوة لأنهم خفقوا في الحياة نتيجة ذلك بدأنا نعكس كيف أن نتحرك إلى حلول مستدامة أكثر خلال الاستجابة الإنسانية ومن هذه الفكرة أتينا هي البساتين هي أرض قرب من المنازل حيث الناس يمكن أن يزرعوا الخضروات والفواكه هي لاستكمال هي غذائهم وحللنا ما الذي سيكون شريكنا في تلك الأمور ومن سيعمل معنا في تلك الأمور ووجدنا فندق اللي هي منظمة إيمانية دينية عملت لإعطاء سلل من الطعام وأعطيناهم التدريب حول حماية الأطفال من خلال البرامج تقود من قبل هذه المنظمات والبرامج هو قناة الأمل Channel of Hope كلهم ساهموا في وأتوا بسياسة لحماية الأطفال حيث الآن لقد تناقها بجميع الأفراد والمتطوعين وهذا عامل آخر فكرنا أنه مثير جدا عندما نعمل معه هو الموقع والمكان هذا هنا فنزويلا ترون أين كاراكيس في فنزويلا قريبة جدا من مدينة كاراكاس هنا هي كاريكاس أن تعمل ويركزون في البلدية سالياس وأيكابودو ترون هي كم قريبة من كاراكاس وعندما ترونها من بعيد ترون هنا هي موقع مكان في جبال كثيرة وهذا الموقع الذي موجود هناك لكي يخدموا الناس من المناطق الريفية والحضرية والعديد من الأعضاء لديهم مساحات كافية ليسدوا هذه برامج للبساتين ومن ذلك بدأنا ببرنامج 310 من العائلات من 305 من البساتين وكل هذه من العائلات لديهم أولاد والمشروع لقد تم إكماله هي سلل الغذاء خلال 3 أشهر
لخدمة هؤلاء الأطفال بينما تبدأ بساتينهم تعمل، وهناك أيضا مساعدة تقنية يحتاجون إليها. الأهالي والكبار كانوا مهتمون جدا في إخراط الأطفال والمراهقين في تلك النشاطات، ليس فقط ذلك الأطفال. لقد لاحظوا هذا الإثارة وأبدوا الإثارة لأنفسهم. انظروا إلى هذه الصور، كيف أن الأم تقود الأطفال أن يذهبوا أول قبلها، وعندما يذهبون ويقدمون بعض المواد، الصبيان والفتيات ينخرطون في تلك المشاريع والنشاطات. لنفكر هنا، نريد أن نستفيد من تلك الفرص وننتفع منها ونسلط الضوء على التركيز على الحماية، ولكن أيضا لحمايتهم. ولهذا السبب قدمنا بعض التغيرات أو الأمور الجديدة في تلك البرامج. بالنسبة لنا كان أن نقوي هذا المشروع، وهذا مشروع الأمن الغذائي لحماية الناس. وما فعلناه، دربنا الموظفين ونتأكد أين لديهم نظام إنذار مبكر للمدارس، خاصة حول عمالة الأطفال، ويكون هناك تغيير مهم الذي قدمناه في هذه الخبرة المفاهيمية المنهجية للمراهقين خلال فترة المشروع. كيف لقد رأوا وفهموا أن هذا المشروع هذا والذي يعملون فيه ويقدمونه بهذه الطريقة، المشروع يركز على أمن الغذاء والبساتين وتحسينها، وبدأت ذات مشروع ذو أهمية كبيرة للأطفال والنشاطات. لقد استمرنا بها ولاحظنا 99% من المشاركين من العائلات اعتنقوا استراتيجيات لإخراط الأطفال في تلك البساتين بشكل تطوعي. وما فعلناه، لقد رافقناهم في تلك الرحلة، وفي هذه المبادرة لقد أتوا بها، وأيضا وجهناهم توجيها جيدا. ولم هذه البساتين لقد تأثرت بشكل سلبي في الدورة الاعتيادية الكلاسيكية. هذه التغيرات التي قدمناها للأطفال لم تغير كلفة المشروع أو النشاطات، فقط هناك تعديل بسيط كان مهما جدا. على سبيل المثال، المهمة الأنظمة بالنسبة للمراقبة والنشاطات المراقبة، لقد أيضا كان عملت مع مشاريع أخرى بالتنسيق معها، ورأينا شيئا مثيرا للغاية. كل هذه التحديات التي واجهتها العائلات خلال المشروع، كان هناك اختلافات مختلفة من التحديات، وكانت هناك الجائحة، وكان هناك الاستضعاف، وأيضا الآراء ضمن المنازل. ولاحظنا كيف أن تأثر هذه التغييرات على البساتين، ورأينا أن الحلول أتت من الأطفال والمراهقين والموقف. لقد القرار عملوه العائلة، ووضعوا هناك بدائل كعائلة وخيارات. ورأينا في النهاية
99% من المشاركين من العائلات في تلك المشاريع لقد نموا بشكل هم منتجاتهم الغذائية في البساتين. ولم نعمل بعد ذلك أن المشروع قد انتهى، ولكن لاحظنا أن هذا النمو في ضمن العائلة والنسيج العائلة والتعليم بالنسبة لنا في هذه الرؤية العالمية في هذه الدورة من العمل لدينا أدوات أفضل لنعمل في جميع مجالات الحماية، وأيضا لنحسن من نوعية الحياة للأطفال من خلال منتجات غذائية أفضل. الآن ليس لدي وقت، لن أخوض في تفاصيل، هذا كله كان موفقا، ونقول للناس عن نجاحات المشروع بإعطاء الأصوات للأطفال أنفسهم، والأمن الغذائي لقد تطور وتحسن، وبهذا الطبق لقد تم نمو وترعرع. وشكرا الكلمة لكم مرة ثانية. عظيم، شكرا جزيلا لهذه الكلمة. والعديد من الأشخاص يعملون في هذا المشروع مدة طويلة، وقد اختتمت بشكل جيد. نعكس على ما قلته ونفكر هذه الروابط بين الأمن الغذاء وعمالة الأطفال ووقاية من عمالة الأطفال، وتحدثنا عن المشارك الأطفال، كان هذا أمر مثير جدا من العمل في المجتمع، وانعكسنا أيضا على العرض الأمس، نظرنا إلى الروابط بين أمن الغذاء والأطفال في الرفاهية العقلية، وعندما تحدثنا هناك أمل يكون ثقة، هذه بعض الأمور الأساسية من الأمور الإيجابية للرفاهية العقلية. شكرا لهذه العرض المثير. إذا كان هناك أسئلة سنضعها لاحقا. أعطي الكلمة الآن إلى الزملاء الآخرين، وسأقدمكم بوريس كونداليس الذي لديه تحليل حول الحماية في هذه الجماعة من الحماية. بوريس، ربما يدعى بوريس، تفضل. لقد أتيت هنا مبكرا، لقد تم دعوتي إلى ستاربكس للقهوة في طرق مختلفة لأنا أن تقول اسمي. هذه هو أنا لهجتي، ربما الآن عقلي متعبا. بوريس جيد. ليلى أيضا تعطي مهية بالمضابطة السياسة البرامج في البرامج الغذاء. أنتم كنتم تتعاونون معنا خلال البرامج وحماية الجمعية للحماية، وتركزون على الغذاء وتحسين هذه البيانات التحليلية. أعطي الكلمة لكم، تحدثوا كيف فعلتم ذلك وحول ما هي مبادرتكم تعلمنا في حماية الأطفال بشكل تنسيقي وشكل تعاوني أفضل. شكرا جزيلا جوانا. شكرا لمقدمتك، لقد تحدثت بشكل جيد. ما هي أهداف العمل؟ خاصة الفهم المشترك بين القطاعات، لنتأكد أن حماية الأطفال مؤمنة وهي من الأمور الأساسية، وأيضا تحسين وكيف نحن نكمل بعضنا البعض في قطاعات مختلفة. سأبدأ بعرض المشاكل التصريحية، وبعد الملاحظة بعض الأمور بشكل وثيقية أكثر، ونعرض بعض الأمثلة كيف يمكن أن نفعلها. الشريحة التالية لو سمحتم. بعض الأمور التي تم ملاحظتها على الرغم من الاحتياج، الملاحظة بالنسبة لحماية الأطفال، الواقع هو المنظمة تعمل على الأرض، لديها هي ولاية ضيقة لا تسمح لهم بالوصول إلى القدرة
المخاطر التي يواجهها الناس. وطبعا نتحدث عن الحماية، ولكن هذا يطبق أيضا على حماية الأطفال وخاصة كأدوات. لذلك الواقع أن الأطفال في بين السكان يتأثرون بالأمور المتعددة، ليس فقط الأمن. السؤال هو إلى حماية الأطفال بالذات، وهي أمر معقد ومتعلق جدا في المخاطر، ونحتاج إلى الإدماج هذا المنحة الشامل. هناك الكثير من التقييم والأدوات، ولكن كيف يمكن أن نبني على هذه التحاليل لنستطيع أن نعمل هذه التحليلات شاملة بالنسبة للمخاطر حول الأطفال؟ لأن هذا الولاية الضيقة تؤثر على الطريقة على الاستجابة الإنسانية للأطفال. هل نسأل الشريحة التالية لو سمحتم؟ ما حدث بالعادة ليس في المثال الذي عرضته، هو مثال جميل كيف يمكن نبني بين القطاعات، وأيضا نضيف أمور أكثر في عمليات التصميم. البرامج الحماية هي تنظر إلى الواقع حول الجوع، تركز على مخاطر الحماية ليس فيه بشكل كامل، ولكن كل الأمور التي نحن وضعناها لتخفيض المخاطر والأمن الغذاء، وأيضا الجانب الآخر المساعدة في مجال الغذاء هي تضيق مرة ثانية لهذه النتيجة. لا يبدو أن الناس تنظر بشكل شامل هذه الأمور. هذه هي أمور التي نحن تعلمناها، التوتر، وأيضا أن نصل إلى حلول وسطية بالنسبة للأمن. بالنسبة للأمور الأمنية لا تأخذ بعين الاعتبار أمن الغذاء، ولكن الناس يجب أن يعملوا عليها وأن يعملوا هناك، يحققوا هناك أهدافا لهم. وهذا هذه الأمور التي تحدث، وأعطيكم أمثلة ملموسة لهذا الفهم. ليلى، شكرا جزيلا لهذه المناضلات. الشريحة التالية بعض القضايا، سنبدأ بعض المناحي في العمل وبنأناه هي الحماية، والكل أيضا الجوانب الأخرى في الحماية. لقد كنا نعمل في التحليل في المجال، ما الذي نفعلون بالنسبة للمسؤولية وهذه الأمور الجماعية، ونعمل سوية كما نفعله الآن في دول مختلفة في أمريكا الوسطى. هذه بعض الأمور، جوانا التي حدثت عنه في حماية الأمور والمعايير أيضا القليلة، وهناك مسؤولية خلال الوقت في الآراء التي قدمناها. هذه بعض المعايير الأكثر التي لدينا المنخفضة، الاختلاف بين الأمور الانخراط والمينستريم هي قوية ومترابطة، وندعوكم أن تستخدمونها وتستخدم هذه المرجعية. جوانا، أنت من الأمور الأساسية، أنت تكسرين الصمت حول هذه الأمور. هذا العمل متصل بأمور البرهان التي يقدم. أشكركم جزيلا. إذا تعاوننا سوية سنرى اختلاف في بعض القضايا التي نعمل عليها في 2021، ويمكن كشركاء نعمل سوية حيث نحن نحقق النتائج باهرة. هذا الحماية الجماعية هي من أحد الفرق العمل في التحليل، وقررنا أن نجعل هذا عمل يعمل بشكل نجاح بالنسبة للحماية، وسنفكر في حماية الأطفال بناء على العنف في الجندر، وخاصة في بعض المجال المسؤولية المخصصة، لأن يجب أن ننتقل إلى أمور إدماجية شاملة إلى تحاليل فعالة أكثر. لدينا بعض المبادرات السابقة، ونتحدث اليوم
ليس فقط أن نحن نؤثر على أمن الغذاء والتحاليل. هذا لدينا أدوات جيدة ومساعدة موجودة بشكل منهجي لنعمل سوية خلال العملية الأمثلة الموجودة هي من تحاليل الحماية التي عملناها حدث الأسبوع الماضي بالنسبة حول أمن الغذاء. مرة ثانية تركز على التحاليل، وإذا كان لدينا تحليل وفهم مشترك وأفكار ومبادرات كما ذكرناها سابقا، بعد هيرونا هذه المنظمة ستحدث في المستقبل. نحن المساعدين للتعاون من شركاء الـ NGOs وأصحاب مصلحة مختلفين يعملون في تلك المبادرات. لقد حدثت ونفكر أن الحماية وفي مسؤولية المناطق على الأمور على الصعيد العالمي يكون مفيدا، ولكن الآن أنا أعتبر ما نحن عملناه وحققناه في ديسمبر 2021 لدينا التعاون هذا الأمور الجماعية، وأيضا نسأل الشركاء للعمل على تلك الأمور وسنستمر في ذلك. الشريحة التالية لو سمحتم. شكرا. نعم، بالنسبة نبدأ كل النسب ستكون مملة، ولكن بعض النصائح ما الذي حدث عندما عملنا سوية. أنا ممتن في فبراير 2021 كان مهم جدا، هجمات مهمة الذي قررنا أن نعمل تحليلا تركز نعمل سوية على ما حدث آنذاك. هذا يحدث الآن مع ليلى، وأيضا الناس يناقشون ينظمون أعمالهم. لدينا الشخص الـ WF للحماية، وبدعم هذه الأمور الجماعية في الحماية وفي أمن الغذاء، وكان لدينا نتائج باهرة وما فعلناه. هذا مثالا جيدا من IBC، وهو الذي لدينا، وهي من أحد المعالم الكبيرة في التحاليل الإنسانية وفي العمل الحماية. أيضا يعملون خلال التحاليل حول البيانات، وضعنا هذه البيانات سوية ولاحظنا أن العنف الذين تأثروا بالأمن الغذاء. هذا جاء بعض التوصيات في البحث متاحة للجميع. هذه التوصيات نعمل عليها لإدماجها، والنتائج الكبيرة بعض الأحيان نحن نعمل بصمت. الناس وفريقنا وزملائنا لا يفهمون هذه بعض الأحيان. أمن الغذاء هو كلها هذه أمور، يجب أن نكسر الصمت حول هذه الأمور، يجب أن نتأكد أن نقوي هذا التعاون. يكون هناك خطوات، هناك أسئلة حول أمن الغذاء، لماذا يدمجوا في هذه التحاليل؟ لأن التحاليل هي الحماية. لقد بدأوا أن يروا النتائج لاحقا، وهذا يقوي خطواتنا وتحاليلنا وعملنا، ونبقى في تقوية التعاون والتنسيق فيما بين البعض والإدماج هذا المنحة والمعايير التي تعكس على عملنا، ونتطلع إلى تنفيذ هذه الأمور. ننتقل إلى الشريحة التالية. لدينا نفس الشيء هنا، هذا ليس فقط بمحض الصدفة، النسبة عالية في أمن الغذاء أيضا في السكان في الظروف، هم يعملون بشكل وثيق. كيف بسيط جدا أن نقدم هذا الموضوع وأن نقضي وقتا مع زملائنا في تلك المجالات. أحد التوصيات أن نبقي أن نربط الأمن الغذاء وأيضا الأمور الأخرى. الشريحة التالية في السودان نفس التحاليل، عندما يكون هناك عنف عالي المستوى والأشخاص في دارفور وإلى آخره، سترون الـ IBC المرحلة هو رقم 3
في أمور أمن الغذاء في جنوب السودان. هذا تعاون في المجالات في الحماية يجب أن نعتبرها كأولوية في أمن الغذاء، ويجب أن نعتبره بشكل كبير. وبالنسبة أمن الغذاء لديه يمكن بشكل عظيم نحن نعرفه في بعض الدول، وهو مؤشر كبير واستراتيجي أيضا. وبهذا نحن ندعم فريق ليلى في هذه المفاهيم، في أيضا الحماية الشاملة، في جمع البيانات واستخدام تلك البيانات في الحماية وحماية التحليلية لاي بي سي. هذا يجب أن نعمل بالتنسيق مع القطاعات العديدة الشريحة التالية، الـ FBA أيضا، هناك المشردين أيضا يجب أن نسلط الأمن عليها. بالنسبة لأمن الغذاء هذه أمثلة، لأنه سعيدين أن نغوص في التفاصيل إذا ما أردتم أي بيانات نحللها أو أمثلة أخرى والتحاليل التي عملناها الأسبوع الماضي. وما إذا نظرتم إلى الاستجابة الإنسانية، هناك أولويتين، ليست أمور جماعية فقط. خلال بعض الدول التي تعاني بعد هذه 2016-2022 لقد واجهوا 15 كوارث، ليس بل البراكين، الفيضانات إلى آخره. وأيضا هناك بعض الأمور في المسارات حيث أمن الغذاء كان أعلى شيء. هناك شائعة، ما الذي أنت تعمله في الدولة؟ هذه ما يعملون هم اللاعبين، يركزون على الاستجابة الحماية والمسؤولية في المسار الصحيح كأولوية للدولة. عندما تنظرون إلى أمن الغذاء والتحاليل، نعم، المسار الصحيح هو المرحلة الثالثة. 60% من الدولة نضع هذا على الطاولة. عندما عملنا المباحثات 14 المسار الصحيح كان هو الأولوية، وبدأنا التعاون في أمن الغذاء وجلبنا اي بي سي الى طاولة المباحثات، وخاصة وضعناهم على الميزان الذي موجود لدينا. 14% من البلدان، 16% من الدولة من المرحلة الثالثة من أمن الغذاء. لقد ساعدنا أن نغير المفهوم مع زملائنا، لقد تغيروا منهجهم ويركزون على الحماية والتعاون في أمن الغذاء. سأقف هنا لبعض التفاصيل. شكرا بوريس. ليلى، نتوقف عند هذا الحد وربما نتحدث في الغرف الفرعية، وإذا كانت هناك منظمات ترغب في التعاون معنا في هذا المسار فإننا سنعطيهم طبعا تفاصيل الاتصال بنا. كما ذكرت ليلى، سوف ننتقل إلى الغرف الفرعية بعد قليل، وقد يكون كل من بوريس وليلى في تلك الغرف، وإنما سوف نطرح الأسئلة ونعود لكي نسمع إلى الإجابات في قاعة عمومية. لدينا الآن عرض رابع، وإنما قبل انتقال إلى مارتشيلو فإني سأدعوكم إلى التمدد قليلاً والارتياح لتحركوا أنفسكم قليلاً، هذا لكي نحافظ على مرونتنا. طبعاً العديد منكم حضر العديد من الجلسات وتحتاجون إلى بعض التمارين للشعور بالارتياح. إذن لنعد الآن للاستماع إلى المتحدث الأخير، إنه لمن دواعي سروري، إنه شخص أراه في كل اجتماع سنوي، مارتشيلو فيولا، وهو مستشار الحماية لأطفال الشوارع. نحن نبحث عن طرق للابتعاد عن فكرة العمل ضمن صوامع، وأنت تعمل في غانا
وفي مواقع أخرى حيث تقومون بالابتعاد عن فكرة العمل ضمن الصوامع في حماية الأطفال. طبعا هذا أمر يسهل قوله ويصعب تحقيقه، ومن المؤكد أن لديك الكثير من الدروس التي يمكن أن نستفيد منها. ربما تستطيع أن تخبرنا عن الفرص التي واجهتها وبعض التحديات والعواقب، وأيضا كيفية ارتباط عملكم بالجهات المانحة، وكيف تمكنتم من تمويل هذه المقاربة أو من تحقيق هذه المقاربة المتكاملة. شكرا لك جوانا. كما ذكرت أن هذا النوع من العمل يتطلب منا التمويل بشكل كبير، ولكن القول أسهل من الفعل. عندما بدأنا بالعمل كان من المهم أن نرى التمويل الذي يأتينا من المجموعات المانحة بالإضافة إلى القطاعات التي نعمل فيها. ثمة توافق عام بالمبدأ، ولكنه لا يترجم دائما في إطار التطبيق عند تصميم البرامج، لأن الجهات المانحة لديها أهدافها وأولوياتها، وكوكالات لحماية الأطفال علينا أن نطالب دائما وباستمرار بالتمويل لكي نطور المزيد من الأعمال التي من شأنها أن تحسن نتائج برامج حماية الأطفال. وكما ذكرنا، نحن رأينا أن العديد من الوكالات تواجه حالة أزمة. بالنسبة إلي المطلوب هنا هو الحرص على الحصول على التمويل للخبراء وللموظفين الخبراء في مجال حماية الأطفال الذين يستطيعون تقديم الخدمات على المستوى العالمي، وليستطيعون مراقبة جودة عملية التطبيق. وأيضاً نحتاج التمويل لأنشطة الحماية. أنا هنا أفكر في أنشطة مثل NHPSS للأطفال وأيضاً لذويهم، واستخدام ربما النقد لتعزيز التغيير ضمن الأنشطة، والسماح بالعمل بالقيام بعمل وقائي وليس فقط عمل الاستجابة. لدينا أدلة وافية عن الفوائد. نحن سمعنا الكثير ولدينا الكثير من الأدلة التي من شأنها أن تؤثر على قرارات الجهات المانحة، ومن المهم أيضا توفير التمويل الإضافي وتوفير الوقت للعمل بشكل تعاوني وبشكل استراتيجي لإنتاج الأدوات والحزم وأطر العمل التي من شأنها أن توصلنا إلى النتائج المتكاملة. As we just heard. وهذا ما رأيناه بين بعض المنظمات، سمعنا عن ذلك قبل قليل. طبعا نموذج أطفال الشوارع هو تم بناؤه عبر مقاربة مشتركة بين مختلف القطاعات. As many agencies here, I saw that العديد من الوكالات هنا مثلنا، نحن لدينا مقاربة تتمركز حول الطفل، ونريد أن نزيد من قدرة مقدمي العناية والرعاية والمدارس وبما في ذلك الحكومة التي تدعم أمن الأطفال ضمن المدارس. إذن نحن نعمل لبناء برامج تتمحور حول حماية الأطفال والتعليم، وإنما أيضا ندرك أن هناك احتياجات أخرى لدى الأطفال، وبالتالي فنتعامل مع قطاعات الصحة والغذاء وغيرها حسب الحاجة وعند الاقتضاء من حيث القدرات والتمويل والشركاء المتوفرين، وأيضا عندما نتمكن من ذلك. غالبا ما يكون من الصعب أن نجد التمويل الذي يسمح بالقيام بهذا النوع من العمل، وإنما من الضروري أن نسعى للحصول على تمويل فردي لفعاليات أو لأنشطة محددة. وهذا بالطبع هذا عمل دؤوب ويتطلب الكثير من المجهود، حيث
الواقع هو أن ما من توائم أو توافق ما بين الجدول الزمني المخصص للمبلغ التمويل وعملية تنفيذ البرنامج. غالباً يقال لنا أننا يمكننا أن نطلب التمويل من جهات مانحة أخرى، أو ربما يمكننا أن نذهب إلى أو نتعاون مع وكالات أخرى في قطاعات أخرى، ولكننا نعرف أيضاً أن هذا ليس فعالاً دائماً. من تجربتي الشخصية أرى أنه ضمن قطاع حماية الأطفال عند محاولة التواصل مع جهة مانحة كبرى أن هناك بديل عن النقد من أجل الحماية، أسمع أن هذا غير ممكن لأن التمويل يخصص للأمن الغذائي وقطاع حماية الأطفال، وأن علي التركيز على هؤلاء المانحين، وأن هناك علاقات وترابطات كثيرة بين هذه القطاعات. أستطيع أن أتحدث بسرعة هنا احتراماً للوقت، ولكن linearity of, you know, like loss of livelihood or هناك مشاكل وتحديات مثل فقدان الرزق او مصادر كسب العيش والاستراتيجيات السلبية وتأثر الأسر جسديا ونفسيا، وهذا ما يزيد من مخاطر العيش. إذن هنا هذا التسلسل الذي نراه هنا مترابط ليس خطيا، وهناك علاقات وترابطات بين المخاطر. إذن إطار العمل هذا ممكن أن يكون أكثر تعقيدا من غيره. في عام 2019 و2020 قبل انتشار وباء كوفيد كان من الحصول على اهتمام بعض الجهات المانحة في الأمن الغذائي وجودة الحياة وهم طبعا أعطوا التمويل لأنشطة محددة، ومن خلال هذا التمويل تمكنا من القيام بأنشطة منفصلة لحماية الأطفال وليس أنشطة متكاملة، وكان علينا أن نفاوض كثيراً. ضمن هذا البرنامج لدينا الغذاء، لدينا عفواً حزمة متكاملة من الخدمات المتعلقة بالغذاء الأمني وكسب العيش، مثل توفير النقد للأعمال وتوفير النقود لشراء أو ربما بطاقات تسمح بالحصول على الغذاء. وكان هناك أيضا عنصر التغذية، وهو من خلاله نتوجه إلى النساء الحوامل والأمهات حول التغذية المهمة لأطفالهن. إذن كان علينا أن نختار المستفيدين، وهناك آلية محددة، لدينا معايير أولية تبعناها، حيث كانت جهات المانحة تركز بشكل أكبر على الأطفال. هم يريدون أن يعرفوا عدد الفتيان، عدد الفتيات، عدد الأطفال خارج المدرسة، عدد الأطفال المنفصلين عن ذويهم، وعدد الولائم التي يتناولها الأطفال كل يوم. التحدي الثاني كان عدم توفر التمويل الكامل لإجراء أنشطة متعلقة بحماية الأطفال، مثل مثلاً الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال. Our entry point to do more activities. استخدمنا مزيجا ما بين التوعية المجتمعية للإيصال يعني مستوى أدنى من المعرفة، وأيضا للترويج لكيفية الرعاية العائلية المناسبة. لم يكن لدينا تمويل كافي لأنشطة أخرى. وأيضا احتراما للوقت، كما ذكرت لدينا الأدلة وافية، وإنما أريد أن أتحدث عن العوامل التي تساهم في تعزيز شبكة حماية الطفل. رأينا ارتفاع
بنسبة 87% في مقدمي الرعاية الذين أحسوا بأنهم يعيشون بأمان، ونسبة أيضا من الأسر التي انتقلت من وجبة واحدة باليوم إلى 3 وجبات في اليوم، وهذا طبعا أمر جيد جدا بالنسبة إلى الأهل. بالنسبة إلى استهلاك الغذاء، فهذا أعطى المزيد من الفرصة لمقدمي الرعاية بأن يركزوا على نواحي أخرى مثل النفقات الطبية وأيضا النفقات المدرسية، وكانت هناك نتائج ممتازة من التغذية الإيجابية التي لها تأثير إيجابي طويل الأمد على صحة الطفل. 97% من الأطفال الذين قابلناهم أفادوا بأنهم أحسوا بتحسن العلاقة مع ذويهم، و 62% منهم أفادوا بأنهم يشعرون بتحسن في رفاهيتهم وفي قيمتهم الذاتية لأنهم يعيشون في بيئة ترعاهم. وهذا من خلال توصلنا إلى هذه النتائج من خلال أدوات التقييم، حيث طرحنا أسئلة عن نتائج الأنشطة خلال هذا البرنامج. نحن كنا نريد الوصول إلى، لو أننا حصلنا على تمويل شامل لجميع القطاعات لكنا تمكنا من تحقيق نتائج أفضل، وكنا استخدمنا أدوات وأساليب لحماية الطفل من شأنها أن تؤدي إلى نتائج إيجابية مثل الوقاية، مثلا الوقاية من عمالة الأطفال أو الزواج المبكر. وأظن أن معالجة الأهداف التنمية العالمية الأول والثاني سيساهمان في تحقيق الأهداف 3 و16.2 حول حماية الأطفال ووقاية الأطفال. على الرغم من التحديات نستطيع أن نفكر أكثر في بكلمة بسيطة، علينا أن نعرف كيف يمكن أن نساعد الأهل للحصول على مثلا البطاقات التي تسمح لهم بالحصول على الغذاء أو التركيز على أعمالهم أو توفير الغذاء. وكيف نستطيع أن نقدم هذه الحزمة المتكاملة من الخدمات للطفل؟ وبما أن كل هذه الأنشطة الحمائية أساسية، نحن نحتاج إلى جهات مانحة تلتزم بتوفير الموارد لحماية الأطفال لكي نتمكن من معالجة كل هذه القضايا المترابطة بما يتماشى مع ضرورة التغيير، لكي نتمكن من الوصول إلى أسر أكثر سعادة ينمو فيها الأطفال بشكل أفضل. إذن ستكون هناك فائدة يعني وعائد على الاستثمار، لأننا سنتمكن من توفير الموارد وتخفيف التكلفة. وإذا كنا نستطيع أن نحقق ما حققناه بالمستوى الأدنى من الموارد، فإننا نستطيع أن نحقق الكثير إذا ما حصلنا على موارد إضافية، خصوصاً فيما نواصل بالتعلم والاستفادة من الدروس. شكراً لكم. ممتاز مارتشيلو، شكرا لك على هذه الأبحاث التي قدمتها لنا. لقد لفتني كم علينا أن نكون قابلين للتكيف والمرونة، وكيف نستطيع أن نستجيب للوقائع عندما يكون لدينا تمويل أو لا يكون لدينا تمويل، وإنما دائما سيكون لدينا فرص لإجراء هذه التغييرات المتكاملة. هذا مثال ممتاز الذي قدمته لنا. الآن سوف ننتقل إلى الغرف الفرعية. سيتم تعيينكم على الغرف الفرعية بشكل عشوائي إلا إذا كنتم طلبتم البقاء في هذه الغرفة تحديداً لأنكم تحتاجون إلى ترجمة فورية، وستكونون معي ومع باتريسيا، وإلا فسيتم نقلكم إلى الغرف الفرعية مع مارتشيلو أو ليلى وبوريس وزميلتي ساندرا، وسوف نطرح عليكم سؤالين اثنين، وأعتقد أن هذين السؤالين سيظهران على
شريحة أو ربما في خانة الدردشة. السؤال الأول، هل تشاركون أي فرص للعمل أو التفكير الإضافي التي يعني توصلتم إليها من خلال هذه الجلسات؟ ما هي الفرص التي ترونها للمضي قدما خصوصا فيما يتعلق بالأمن الغذائي؟ ومن ثم هذا سيؤدي إلى أسئلة أخرى ربما نطرحها على المتحدثين. إذن ما هي الأسئلة التي تريدون طرحها على أي من المتحدثين؟ وثانيا، إذا كانت لديكم أي موارد تنقصكم للقيام بهذا العمل التعاوني بشكل فعال؟ أرجو منكم تدوين الإجابات على الألواح المخصصة لكل غرفة، وسنعود بعد 10 دقائق. Alright, we'll have a group of about 5 or 6 practitioners. لدينا مجموعة من 5 أو 6 ممارسين سيبقون معنا هنا في هذه القاعة، ولكننا سنعطي الوقت لزملائنا لكي ينتقلوا إلى الغرف الأخرى. للأشخاص الذين سيبقون هنا، تفضل يمكنكم العثور على رابط للجامبورد على الشاشة. Please go there so that you can direct. يمكنكم الذهاب لتدوين أسئلتكم عبر هذا الجام بورد. الفرص التي ترونها لكي نمضي قدما يمكنكم أن تطرحوها، وأيضا الموارد التي تنقصكم والتي للقيام بهذا العمل التعاوني بشكل أكثر فعالية. لكي نتمكن من توفير هذه الموارد لكم أو لنجدها معكم بشكل تعاوني أو عبر القطاع. أرى من الأشخاص الذين ما زالوا معي كلاوديا وماثيو وماك. I see Stephanie, Patricia. وأرى ستيفاني وباتريسيا. And then that might be it. I think that everyone else might be technical in the background. وأظن أن الباقون هم من الفريق التقني. So people are writing, which is great. Practical conversations with donors. أرى أن هناك أشخاص يدونون الإجابات. نقاشات عملية مع الجهات المانحة. هذه فكرة. هل يرغب من دون هذه الملاحظة؟ هل يرغب في التحدث؟ أعتقد أنها فرصة. السؤال هو كيف نستطيع أن نحقق ذلك بطريقة مفيدة تدفعنا قدما؟ كيف نستطيع أن نبدأ هذا النوع من الحوار لكي يكون مفيداً وعملياً فعلياً؟ إذن نرى هنا حوارات عملية مع جهات المانحة. شكراً ستيفاني. هل لدى أحدكم فكرة أخرى؟ أو ربما سؤال ترغبون في عرضه هنا على اللوح؟ أو سؤال توجهونه إلى المتحدثين؟ And I'm not finding it hard to look at my Jamboard and see who is still with us. Let's see, I probably can do it. لنرى من لا يزال معنا. أحدكم أورد شيئا في الشات بوكس. أنا دونت سؤال
Okay, so we can put them up here as well. لنعرض السؤال هنا أيضا. Si quieres, te las dicto y tú se las traduzca para que las coloque en inglés, para que los puedan ver mejor. I think it's fine if she wants to أعتقد أن تم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية. Sí, mejor. هذا أفضل. ها هو باللغة الإنجليزية. Super. Any other challenges or هل من تحديات أخرى أو ما هي الأمور التي تحدثنا عنها يوم أمس وما هي يعني مساوئ الفهم ما بين القطاعات؟ ما هي مساوئ الفهم مثلا التي لدى قطاع الأمن الغذائي تجاه الحماية والعكس بالعكس؟ هل يمكن لأحدكم أن يدون هذا السؤال؟ فقد أقفلت الجامبورد عندي. Because I know that Leila spoke to it a little bit. أعلم أن ليلى تحدثت عن الموضوع وأشارت إليه في بداية عرضها. وأتساءل. You know, some more thinking or more reflection. إن كانت هناك أفكار أخرى من جانبنا. نحن العاملين في مجال حماية الأطفال إذا كانت لدينا فرضيات مغلوطة عن قطاعات أخرى وإذا كانت لديهم هم مفاهيم مغلوطة عنا نحن ونحن لا ندري بها. I put that sticky up there. Did that capture? أنا وضعت هذه الملاحظة. هل تعبر عما كنت تتحدثين عنه وأننا لدينا فرضيات حيال بعضنا البعض؟ نعم، أظن أن هذا هو ما كنت أعنيه. Any opportunities that people can think? هل من أفكار حول الفرص؟ الفرص المتاحة للمضي قدما ربما على المستوى العالمي أو الإقليمي أو ضمن منظمتكم. أنا أعرف أن بعض الأشخاص هنا يعملون ضمن منظمات ضخمة وتتضمن العديد من القطاعات. وأعتقد أن هذه قد تكون فكرة. سأحاول أن أدون فكرتي هنا حول ما تحدثت عنه باتريسيا فيما يتعلق بالمنظمات الدينية. فهناك العديد من العاملين المحليين أو جهات الفاعلة المحلية سواء كانت جهة غير حكومية أم لا، فإنها لا ترى الانقسامات كما نحن نراها في قطاع العمل الإنساني، وهذه فرصة ربما تتواءم مع أجندة التوطين بحيث نستطيع أن نعمل أكثر على مستوى الجهات المتلقية والمستفيدة. لا أعرف إذا كنتم توافقونني الرأي. Trying to think kind of what my wording is. So this could be an opportunity to. أحاول أن أفكر في العبارات التي سأستعملها. هذه فرصة. لا أدري إذا كنا نستطيع أن نستعمل كلمة التواضع أو أن نكون عمليين أو واقعيين. Patricia, were you left with other questions? Patricia, هل لديك أسئلة أخرى
عندما أقفلتي أو عندما ختمتي مشروعك أو ربما كانت هناك مرحلة تالية كنت ترغبين في الضلوع فيها؟ نعم. في الواقع سوف نبدأ المرحلة التالية لأن نستطيع أن نوسع عملنا حيث ندمج الكافيتيريات والمطاعم الصغيرة بحيث نستطيع أن نوسع هذا المشروع وهو مشروع مجتمعي لأن هؤلاء العائلات التي عملت ضمن أو الفرق التي عملت ضمن مشروع الحديقة المجتمعية هم مساعدون للعمل على مستوى أكبر. وبالطبع هذه الحدائق ومنتجات الحدائق يمكن استخدامها في كافيتيريا أو في مطاعم مجتمعية. وهذه المرحلة التالية وهي الخطوة الأخيرة في برنامج الأمن الغذائي الذي يدمج أيضا عنصر حماية الطفل. يمكن أن ندون ذلك كفرصة تسمح لنا بالمضي قدما. هل يمكنك أن تدون ذلك حتى ولو باللغة الإسبانية؟ الفرصة هي الفرصة المتاحة هي فرصة توسيع نطاق البرنامج لننتقل من مرحلة يعني زراعة الثمار زراعة الخضار ومنها ننتقل إلى طهيها وتقديمها على المائدة. ضمن مشروعكم كنتم تعملون على حماية الطفل والأمن الغذائي. هل عملتم في المرحلة الأولى على قطاع التعليم والصحة النفسية وربما الصحة البدنية أيضا؟ كلا، في المشروع الأول ركزنا على التركيز. كنا نراقب لنرى كيف أن أولياء الأمور يتعاملون مع الأطفال. كان يعني مشروعا للمراقبة. كل ما فعلناه هو أننا كيفنا مستويات التدريب التي قدمناها للأطفال وكيفنا المصطلحات التي استعملناها معهم في التوجه إليهم. I think the other groups are quite small, and I think we've all now come back together. أعتقد أننا المشاركين جميعاً رجعوا إلى هذه الغرفة. أمامنا بضع دقائق لكي ننظر أو لنسمع مداخلاتكم وملاحظاتكم. ومن ثم سنخصص بضع دقائق لكي نوجه الأسئلة ولنرى ما هي الأسئلة التي قد ترغبون في طرحها أيضا على المتحدثين. هل يرغب أحد من المجموعة الأولى في التحدث عن فكرة أو عن فرصة ربما يرونها للمضي قدما؟ Maybe I can start. أنا أستطيع أن أبدأ. عفوا بوريس، لم أرى أنك كنت ترفع يدك. لا أظن أننا سنتحدث عن الموضوع نفسه. كنا في المجموعة نفسها. لم يكن هناك مشاركون خارجون، ربما واحد فقط. نحن تحدثنا عن فرص التمويل وكيفية الوصول إلى التمويل المطلوب أخذاً بالاعتبار الأدلة المتوفرة بين أيدينا والتي تسمح لنا بإعداد دراسات حالة متكاملة. وأيضاً فكرنا في التعلم من المسيرة التي قمنا بها حتى الآن
وهذه المسؤولية التي أخذها المشروع بكامله للوصول إلى مرحلة التكامل، حيث أن هذا التكامل صار مفهوماً أكثر ويلقى الدعم من الجهات المانحة. وهذا قطاع حماية الأطفال بالطبع هو بديهي، وإنما تربطه مع قطاعات أخرى هو صار متاحاً أكثر. طبعاً لدينا جهات مانحة أساسية ورئيسية في قطاع حماية الأطفال وفي قطاع الأمن الغذائي، وهذه الجهات المانحة أعطت نموذجاً لجهات أخرى، حيث أنها أبدت أو أظهرت درجة من المرونة في تمويلها، وهذا من شأنه أن يؤثر على جهات مانحة أخرى لكي تتبع خطاها. I know that in our room there was في غرفتنا كان هناك نقاش kind of practical, I don't know how we reflected it, opportunity and questions about how to have practical conversations. كانت لدينا تساؤلات حول المقاربات العملية مع الجهات المانحة، وخصوصا كيفية توجيه الجهة المانحة في اتجاه معين، وكيفية إجراء حوارات عملية وملموسة معهم لإيصال الفكرة بشكل واضح. ويوم أمس أحد المانحين قال أنهم ليسوا مهتمين بذلك لأن لن يكون هناك نطاق واسع للأمن الغذائي. لا أعرف بوريس وليلى ومارسيلو إذا كنتم ترغبون في التحدث عن هذا الأمر. لدي أفكار سريعة. طبعاً تغيير الأفكار يتطلب الوقت، والحماية لم تكن يعني مسألة قوية ومتينة في السابق، وكان علينا أن نستثمر الكثير من التحليل في هذا الاتجاه، وهذا ما أدى إلى نتائج إيجابية. وفي النهاية وكنا أيضا نحتاج إلى التواصل وإلى التوعية، وهذه من الفرص التي تمكننا من الاستفادة منها. They can start just training down the roles of strategic and operational, but goes step by step. Education. وكان هناك مسألة التعليم. التعليم الذي لم يكن يعتبر نشاطا ينقذ الحياة، ومن ثم تمكنا من إقناع الجهات المانحة بذلك. وكانت هناك حملة عالمية قمناها، وقد استغرقت الكثير من الوقت، وأنا كنت مشاركا في ذلك. وهذا كان جزءاً أساسياً من الاستجابة العالمية. إذن كما قلت، هذه الأمور تتطلب الكثير من الوقت. هل يجيب أحدكم عن هذه النقطة بالتحديد؟ غالباً نحن غير مجهزين لهذا، لنقلة من هذا النوع. فنحن هل نتحدث عن القدرات؟ نحن من تجربتنا في البرامج الجديدة قيل لنا أحياناً أن بما أن المعيشة هي في قطاع منفصل، فأننا لن نتمكن من القيام بالأنشطة المرتبطة بها. وأنا ما عند قدمت العمل المنظمة، فأن المعيشة كانت عنصر أساسي من عملنا، ولدينا أدلة على العمل الجيد والإيجابي الذي تم القيام به، أن التعاون والتشارك والتجمع ووضع استراتيجية لضم كل هذه القدرات في الميدان وعالمياً من القطاعين اللذين يعملان بشكل متجانس. وعلينا أن نبحث عن التجانس بين القطاعات لكي نبني عليه. ليلى، هل لديك تعليق
أردت أن أتحدث عن التعاون وعن حماس التعاون. بوريس هو مثال جيد عن الجهات التي لديها أمل، وهو يعلم أن الأمل سيستغرق الوقت، وذلك من خلال تكرار المرسائل وطبعاً مد العلاقات ما بين القطاعات المختلفة، وهذا أمر بالغ الأهمية. Sandra, let's turn the floor over to you because ساندرا ننتقل إليك لأنك كنت تضعين بعض الأسئلة. ما هي الأسئلة التي وردت إليك؟ كانت أسئلة حول جهات المانحة وكيفية التعاطي معهم، وما هي استراتيجيات التوجه للمانحين. نحن تحدثنا عن ذلك. إذن سوف أعطي الأولوية هنا لسؤال آخر. هناك سؤال موجه إلى باتريسيا. يبدو أنه ضمن مشروعك، مشروع هوم جاردن، أحد النتائج كانت تحسين العلاقة بين الأطفال والجهات التي تقدم لهم الرعاية أو ذويهم. السؤال هو، هل تمكنتم من قياس هذا التحسن، وهل وفر المشروع أي دعم أو توجيه لأولياء الأمور لكيفية تقديم الرعاية لأطفالهم، أم أن هذا الأمر حصل بشكل طبيعي وتلقائي؟ Sí, en la pregunta es sí, sí se pudo medir esa diferencia en las نعم الإجابة هي نعم تمكنا من قياس هذا الاختلاف في علاقات العائلية من خلال تقييم منهجي تم وضعه من قبل عالم سوسيولوجي وعالم نفسي وعامل اجتماعي، وهم وضعوا هذه المنهجية للقياس بحيث تمكنوا من توثيق كل ما قمنا به خلال المشروع، وحاولوا أن يفهموا كيف أن هذا المشروع يتم يعني اختباره، كيف يختبر كل من الفتيان والفتيات والمراهقين الذين شاركوا فيه، كيف اختبروه وما وكيف عاشوه وما هي تجربتهم الخاصة. إن هؤلاء الأشخاص المختصون تمكنوا من متابعة كل هذه الخطوات. من خلال تحاليلهم التي تتضمن الأرقام والنسب تمكنوا من التوصل إلى نتائج. مثلاً كانت وردت عبارات من الأطفال، مثلاً الآن أستطيع أن أستمتع بوقتي مع جدتي، أو أستطيع أن أتعلم أكثر الآن. وهذه هي النتائج التي أظهرت لنا أن العلاقة الأسرية تحسنت، وأيضاً هذا التحليل المنهجي أيضاً كان مقارنة، فقد تمكننا من المقارنة مع التجارب السابقة التي مر بها المشاركون في البرنامج. فلدينا بيانات تشير إلى التجارب السابقة لهؤلاء الفتيان والفتيات والمراهقين، وتمكننا من مقارنة النتائج بعد المشروع مع النتائج أو البيانات السابقة له. وهنا تمكننا من قياس الأثر الذي تركه البرنامج، وكنا قد تشاركنا مع جهات أخرى، وأيضا تمكننا يعني من توفير أدوات لهم مثل هواتف ذكية، فصار بوسعهم التقاط الصور، وكل هذه الأمور تم قياسها وتوثيقها من قبل اختصاصيين بشكل دقيق. هذه إجابتي عن أحد الأسئلة، وكان هناك سؤالان آخران، هل تريدين مني أن أجيب عنهما أيضا؟ السؤال هو، هل حصل هذا التحسن في العلاقات الأسرية بشكل تلقائي وطبيعي، أم أنه كان هناك توجيه لأولياء الأمور؟ بسرعة لو سمحت لأن الوقت ينقضي. نعم، إنه أمر مثير للاهتمام، وكان نتيجة التحليل وقد أوردناه في بداية العرض. هذه أفراد المنظمة تم تدريبها على التحفيز الإيجابي، وكان المشروع في البداية لم يكن مركزاً
على هذا الجانب من حماية الطفل وإنما أدركنا أنه يعني كان هناك أثر من مشاريع سابقة وكما ذكرنا هذه مسائل تستغرق الوقت إذن هذا التحسن في العلاقات كان طبيعياً وتلقائياً فمن خلال التركيز على الأطفال وإدماجهم وإشراكهم وانخراط أولياء الأمور مع أطفالهم كان أمر طبيعي وكل ما كان علينا أن نفعله هو أن يعني أن نعدل طريقة العمل أو نتكيف معهم وأن نركز التدريب على حماية الأطفال وأيضاً قمنا بتعزيز ودعم موظفينا العاملين معنا كي يتمكنوا من تحديد مثلا مخاطر عمالة الأطفال ومغادرة المدرسة وذلك ليتمكنوا من معالجة الأطفال بأفضل طريقة إذن كما قلت أن هذا التحسن كان تلقائيا وإنما هو بني على نتائج إيجابية من مشاريع سابقة وكنا متنبهين حيال توصل إلى نتائج إيجابية فيما يتعلق بحماية الأطفال. شكراً. أعتذر لم يعد لدينا الوقت الكافي. يمكنكم أن تتابعوا وضع الأسئلة والإجابات في الشات بوكس وسوف نجيب عليها إذا كنتم تبحثون عن مصادر إضافية هناك صفحة على موقع Alliance. وستجدون هناك المعلومات عبر القطاعات والمعلومات العالمية لكل قطاع بحد ذاته وسوف تجدون أيضا هنا المستند إلى جهة اليمين وهناك موجز فيه وأيضا يمكنكم الاطلاع على الكثير من الأبحاث التي تم إجراؤها وهناك تولكيت حول كيفية التعاون ولدينا أيضا دورات إلكترونية وفيديوهات هناك زر يمكن الضغط عليه لكل قطاع حيث نأمل بأن نحمل مستندات مهمة يمكنكم أن تستفيدوا منها فيما يتعلق بحماية الطفل أو الأمن أو الأمن الغذائي وصلنا إلى ختام هذه الجلسة أشكر كل من المتحدثين على عروضهم التقديمية الممتازة وعلى حضورهم ما كنا لنتمكن من تقديم عمل ثري كهذا لوحدنا الآن سوف ننتقل إلى نقاش الإنفوغرافيك قبل اختتام هذا اليوم إذا ندعوكم للانتقال إلى تلك الجلسة وندعوكم كذلك لإجراء استبيان حول هذه الجلسة لكي نعود بشكل أقوى العام المقبل ونأمل أن نكون قد حققنا تقدماً ملحوظاً في كل ما يتعلق بالمواضيع التي ناقشناها إذن أشكركم مجدداً وأمل أن ألقاكم